اش نقول لك، راه مكرفسين في هذا القنتاني، حمدنا الله وشكرناه. كندير تبنيتو قوادص، كنسرح قوادص، وراه اكثر من 30 عام وصرفونا في هذه الموقفه. لا هذا الوقت ازمه بزاف، كاع كاين لا خدمه لا والو، ها كنتوفاونا ما كاين لا خدمه لا والو، كنخدموا نهار في السيمانه ولا ما نخدموش كاع. ذاك النهار كتصور في ديك 3000 ريال 4000 ريال، ما تقدرش تصوم مصروف ديال النهار. هذا الشيء اللي كاين، لا والو، كاين لا تعويضات لا مولاي بوي. كنزيدو نضلو باركين هنا حتى العشيه وكنزيدو في حالاتنا. ليسانس ما كنلقوش باش نديروه، وكنطالبو شي رزيق يجي من هاد سيدي ربي ولا من هاد سيدنا محمد. تسناو سيدي ربي اللي غيعطينا، شكون غيعطينا؟ بهاد جائحة كورونا حنا كن حنا دايرين أزمين، ماشي دايرين أزمين مع داك سمو مع داكشي، عايشين واحد العيشة شوية. ما حنا ما قادي عندنا مريضة شوية، خدامين مردامين احنا مريحين، ونطالبوا الله يجعل مولانا الكريم يفرج علينا وعلى العباد ويرفع علينا الله هذا الوباء. اسمو هاد الدعم اللي داز راه ما خدناش منه جرام، وصيف التعيت ما عطاوني والو. وكبار حنا في الموقف كنترزق على الله، مره يجيب الله مره ما يجيبش، اربع ايام ولا خمس ايام يلاه كنتحركوا، وهذا الشيء اللي عطى الله هو هذا، والله ينصر سيدنا وصافي. هذا الشيء اللي عطى الله هو هذا، وحنا راه في واحد الازمه، مره نعيب مره يجيب الله مره ما يجيبش الله، وحنا مرتاحين طيح حيد علينا الله هذا الوباء. هذا ما كان، ونطالب ما علاش غادي نطالب؟ نطالب دام الله يوفروا علينا شي حاجه ويعاونونا بها وصافي. اخذنا ماشي ما اخذنا، اخذنا نكذبوا على ربي، الله ينصر سيدنا. خدنا ديك البركه اللي عطاونا، خدنا عاونتنا شويه بعدا كمان، ودابا هذا اللي عطى الله. حنا كنمركو نترزقوا على هذا الشيء اللي عطى الله هو هذا. وانا خويا الحركه حنا غاديين على قد الحال وصافي، نوبه خدامين نهار خدامين، سيمانه ما خدامينش، نوبه شويه غادي الموقف. الحركه عيانه شويه كتسلكوا اغلبيه هذا الوقت، هذا الوقت شويه كتعيا شويه كتموت الحركه عندنا. الغالب الله سبحانه وتعالى حكم الله سبحانه وتعالى، وكنطالبوا لا كاين شي حق، لا كاين شي حق عندنا، لا كاين شي واجب حنا، ولا كاين شي تعويضات. وي تعاون معنا في سبيل الله، الله يرحم الوالدين.